بطبيعة الحال اليوم نقدم لكم منتدى المهن. اليوم ما هوش منتدى الحرف أو منتدى الصنايع، هو منتدى مهن. هذا في دورته ثانية، نجح في السنة فارطة وسنان أمله أنه ينجح أكثر ويدعم أكثر. شنو الهدف وشنو هي الغاية وشنو هي الوسائل؟ الهدف بالأساس هو أنه التلميذ في المرحلة الثانوية يتعرف على المهن الموجودة في توفرها مؤسسة التعليم العالي وتوفرها مراكز التكوين المهني التابعة لكل مؤسسات الدولة كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بكل أصنافها وكل تشكيلاتها، وزارة التكوين المهني ومكاتب التشغيل. ثم عرض للمهن، تعريف بها. نحب تلميذنا يكون اختياره مبني على مبدأين. المبدأ الأول هو مبدأ الحرية، أنه حر في اختياره، ولكن من شروط الحرية ومن شروط الاختيار الحر المعرفة، وإحنا اليوم نقدمه له المعرفة. نحبوه يستكشف هذه المهن المنجزة من خلال العروض تشوفوها في المعرض. أنه بيت حال مش يلقى مثلا التعليم العالي العسكري أو مراكز التكوين العسكرية شكون يشرف عليها، شنية شو يقرأ، شنية المواد المطلوبة، شنية التفوقات أو المعارف اللي يجب يكتسبها باش في البكالوريا يتوجه دون عناء ويحصل على هذه المهنة أو غيرها. الغاية هو أنه من السنة الأولى ولا من السنة الثانية يبدأ رسم الهدف، يرسم التلميذ الهدف، يضيع أو يبتعد عن الضياع والعدمية، يبدأ عنده هدف مستقبلي واقعي شافه في المؤسسة هنا، شاف كل المؤسسات اللي يمكن يوصلها وينخرط فيها، يصبح عنده هدف حقيقي وواقعي يخدم عليه ويتبناه ويقوم كل جهده. يبدأ يقرأ مثلا من سنوات كل موش عارف وين يمشي ومخلي الأمر كله للصدفة، مخلي الأمر بعد نتائج البكالوريا، راه وقتها معاش عنا إنسان نتعامله مع أي شيء آخر. احنا اليوم نحبه نرجعوا الإنسان للمؤسسة التربوية، نتعاملوا معه كإنسان مش قاصر، نعاونوه باش يعرف ما نختاروش في بلاسته، نعاونوه باش يعرف نحسوه بالمعنى من خلال أمثلة حية، ونجيبوا له المؤسسات كما شفتوها عينات، وممكن حتى في المستقبل نعملوا لهم زيارات منظمة إلى هذه المؤسسات التعليم العالي.